مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير جيلي بالموز والتفاح. عنا موز تفاح اربع ظروف جيلي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول خطوة بدي اعملها انا وياكم ادهن القالب بزيت نباتي. بعد ما دهنت القالب هلا بدنا نقطع الموز والتفاح. بسم الله، كمان بقشرهم. هيدا الشكل من قطع التفاح، كمان الموز. رح فرجيكم بس كيف من قطع التفاح والموز عشان اختصركم الفيديو. بهيدا الشكل تقطيع الموز. بعد ما قطعت الموز والتفاح هلا بدنا نعمل الجلي. بحطهم على جنب. عندي هون للجلي اربع ظروف جلي، رح احط لهم 800 ملي مي سخنه مغليه. بسم الله. اكيد بنمشي على طريقه الجلي، بنمشي على الطريقه المكتوبه على الظرف. حركن منيح. بسم الله. بحرك لأتأكد من الجلي انه داب. عن جد طريقة كتير سهلة وسريعة وحلوة كتير بالشوب. بس داب الجلي هلا بدنا نحط 800 ملي كمان مي بحرارة الغرفة. كمان بحرك. بسم الله. هلا بحطهم فوق الموز والتفاح بالقالب. هلا بحطهم كلهم. خليتهم شوي. كمان بحطهم بالبراد ليجمد الجلي منيح. هيدا الجلي بعد ما حطيته بالبراد ساعتين، هلا بدنا نشيله من القالب مع بعض. بعمله قبل بهيدي الطريقة. واو،
هذا الشكل النهائي. بدنا نشوف مع بعض كيف طلع الكيك. بسم الله. هيدا الشكل النهائي، كتير رائع. هيدي كيكة الجيلي اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.